ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن منحة مقدمة من جامعة الامارات العربية المتحدة للدراسة في الامارات، وطبعا خلال الفيديو بتاعنا هنتضمن مع بعض كل تفاصيل المنحة والمميزات اللي بتقدمها المنحة، وكمان التخصصات المتاحة والمستندات المطلوبة. وعايزك تركز معايا كويس جدا واحنا بنشرح كل حاجة تخص المنحة والتفاصيل وطريقة التقديم. فلو انت حابب تستفيد من الفيديو ياريت تتابع الفيديو من البداية للنهاية، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا ممكن تتفضل تسيبه في الكومنتات وانا هحاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان، او ممكن تتوجه للصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك اسمها دكتور المنح، وتتفضل تسيب سؤالك عبر رسائل الصفحة الخاصة بصفحتنا على الفيسبوك والفريق بتاعنا هيرد على حضرتك. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا نشوف كل حاجة بالشرح العملي. ما تنساش دعمنا واللايك الجميل بتاعك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك، ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب؟ مرة تانية زي ما قلنا بنتكلم عن منحة جامعة الامارات العربية المتحدة. طيب بالنسبة لتفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المستضيفة هي الامارات، واسم المنحة والجهة المانحة هي جامعة الامارات العربية المتحدة. يعني المنحة دي طالعة من جامعة الامارات للطلاب. مين الطلاب اللي يقدروا يدرسوا في المنحة دي؟ الطلاب اللي عايزين يحصلوا على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه، تمام؟ وخلي بالك ان المنحة دي متاحة لجميع الطلاب من مختلف الجنسيات، والكلام ده هخليك تشوفه بنفسك من على الموقع الرسمي. المنحة مش طالبة منك سن معين. وبالنسبة لشرط اللغة الإنجليزية، انت بتقدم على الجامعة دي، تمام؟ وبعد ما بتقدم على الجامعة بتقدم على المنحة، وبرضه هقولك ازاي تقدر تقدم على الجامعة وازاي تقدر تقدم على المنحة. المهم انت لما بتيجي تقدم على الجامعة انت بتختار مجال معين انت عايز تدرسه، تمام؟ طيب المجال ده بناء عليه انت تقدر تعرف هل المجال ده طالب منك شهادة إجازة لغة إنجليزية ولا مش طالب منك شهادة إجازة لغة إنجليزية. ممكن لو هو طالب منك شهادة إجازة لغة إنجليزية ممكن تقدم له إثبات إن دراستك السابقة كانت باللغة الإنجليزية ولا لا. طب مثلا لو البرنامج ده طالب منك شهادة إجازة لغة إنجليزية مثلا زي التوفل أو آيلس بس أنت مش معاك دلوقتي، هل بيقبل إنك أنت تقدم له ما يثبت إنك أنت هتجتاز اختبار اللغة ده في أقرب وقت ممكن ولا لا؟ فهنا إحنا ما نقدرش نقول هو طالب منك شهادة إجازة لغة إنجليزية ولا مش طالب منك. طب ممكن أنا أقدم له شهادة بدلا من شهادة اللغة الإنجليزية، شهادة تدل إن أنا كنت بدرس باللغة الإنجليزية، أو ما يثبت إن أنا هاخد الامتحان في أقرب وقت ولا لأ. الكلام ده كله تقدر تحدده حضرتك لما تدخل تشوف البرنامج اللي أنت عايز تدرسه بنفسك، تمام؟ طيب بعد كده بالنسبة لموعد النهاية للتقديم على المنحة، المنحة دي متاحة التقديم عليها طوال العام، تمام؟ طيب بالنسبة للكليات المتاحة التقديم عليها، كل برنامج من البرامج اللي حضرتك شايفهم هنا في العديد من التخصصات المختلفة اللي موجودة فيه. يعني مثلا الاقتصاد، التربية والتعليم، الهندسة، الطب، القانون، العلوم، العلوم الإنسانية والاجتماعية، كل واحد من دول ده مجال أساسي فيه العديد من التخصصات المختلفة المتفرعة اللي بتلاقيه داخل كل مجال من المجالات الموجودة هنا قدامك، تمام؟ طيب بالنسبة لمميزات المنحة والتمويل إيه؟ خلي بالك هنا إن هو بيديلك راتب. الراتب ده بيتوقف على إيه؟ الراتب ده بيتوقف على المجال اللي أنت هتدرسه. التمويل اللي عايزه المجال اللي أنت هتدرسه ده هيكون كام؟ فهنا هو بيقدرك وبيقدر الراتب بتاعك على حسب الشغل اللي انت هتشتغله، ودي طبعا ميزة جميلة جدا انك انت مش هتحتاج انك انت تصرف حاجة من جيبك، تمام؟ طيب المستندات اللي هتكون مطلوبة منك ايه؟ خلي بالك انت هنا في المنحة دي انت بتقدم على الجامعة بشكل منفصل وبتقدم على المنحة بشكل منفصل. التقديم على الجامعة انا كنت شارحه قبل كده، هسيب لك الرابط الخاص بفيديو التقديم على جامعة الامارات العربية المتحدة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام؟ انت لازم تقدم على الجامعه. طب ليه انا لازم اقدم على الجامعه؟ علشان واحنا بنملى الابلكيشن الخاص بالمنحه زي ما انت هتشوف معايا في الفيديو ده هيكون طالب منك رقم. الرقم ده بيطلع من جواب القبول اللي بيطلع لك من الجامعه بعد ما بتقدم على الجامعه، ولذلك من الضروري ان انت تقدم على الجامعه اولا. لو انت عارف ازاي تقدم على الجامعه هتدخل تقدم على الجامعه مباشره، لو ما تعرفش في صندوق الوصف في التعليقات وكمان في صندوق الوصف هتلاقيني سايب لك الرابط اللي بشرح لك منه بالفيديو ازاي تقدم على جامعه الامارات وتحصل منها على قبول جامعي، تمام؟ طيب وانت بتقدم على جامعه الامارات هيكون طالب منك ايه؟ صوره من جواز السفر، طبعا انت هتملى الابلكيشن الخاص بالجامعه دي حاجه معروفه باللغه الانجليزيه، تمام؟ طالب منك صوره من جواز السفر، شهادة تخرج بين درجات آخر مؤهل أنت حصلت عليه. يعني لو أنت بتقدم مثلا على ماجستير يبقى شهادة تخرج بين درجات البكالوريوس، لو أنت عايز تقدم على ماجستير وأنت في آخر سنة في البكالوريوس
بتقدر تقدم بإثبات تدل إن أنت في آخر سنة في البكالوريوس، بيجيبوا منشور طلاب الجامعة بتاعتك، وكمان بيان درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في البكالوريوس. لو أنت عايز تقدم على دكتوراه يبقى بترفق شهادة التخرج بين درجات البكالوريوس والماجستير، تمام؟ لكن لو أنت في آخر سنة في الماجستير بتقدم له إثبات تدل إن أنت في آخر سنة في الماجستير، وبيان درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير، وكمان شهادة التخرج بين درجات البكالوريوس. الكلام ده أكيد أنتوا عرفتوه حفظتوه من الناس اللي متابعة معايا الفيديوهات من ساعة ما احنا بدأنا نتكلم عن المنح في القناة، تمام؟ يبقى هتخلي بالك من التفاصيل المهمة دي، السيرة الذاتية، المقالات، الخطاب التحفيز، التوصية، كل ده مطلوب منك، وكل ده عامل له فيديوهات موجودة على القناة. اكتب السيرة الذاتية دكتور المنح كده في اليوتيوب، أو الخطاب التحفيز أو التوصية كده، وبعديها دكتور المنح، هتلاقي الشرح بالتفصيل عن سيرة ذاتية، تحفيزي، وتوصية، تمام؟ شهادة اللغة الإنجليزية زي ما قلنا على حسب البرنامج، طالب منك توفل او ايلس، طالب منك شهاده تدل ان انت كنت بتتعلم باللغه الانجليزيه، مش طالب منك خالص، طالب منك اثبات يدل ان انت هتمتحن الامتحان بتاع اللغه سواء كان توفل او ايلس في اقرب وقت ممكن. دي بتختلف على البرنامج زي ما احنا شرحناه، تمام؟ طيب هنا بالنسبه للناس اللي بتسال ازاي نقدم من خلالكم، هنا ده للتقديم من خلالنا، بتضغط هنا وبيفتح معاك الابلكيشن الخاص بينا للناس فقط اللي حابه ان هي تقدم من خلال دكتور المنح، تمام؟ ودي برضو جروباتنا على التليجرام وقناتنا وواحد من جروباتنا على الواتساب بالنسبه للناس اللي حابه تلتحق بجروباتنا وتتابع معانا المنح اول باول. ده الموقع الرسمي، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحه الرسميه الخاصه بجامعه الامارات العربيه المتحده، وهنا دي كل التفاصيل الخاصه بالمنحه. خلي بالك هنا المنحه مقدمه لجميع الطلاب من مختلف الجنسيات او الناشوناليتيز زي ما انت شايف هنا قدامك، تمام؟ بعد كده هنا بيقول لك الاليجيبيليتي، هنا بيقول لك ان التقدير بتاعك يكون 3 من 4، انت ما عندكش اي حد بيمولك تاني، تمام؟ بالنسبه للبنفيتس زي ما قلت لك انه بيكون في راتب شهر، وده بيعتمد على الريسيرش جرانت بادجت، بيعتمد على انت هتشتغل على اي مشروع وهم هيدولك تمويل بناء على المشروع بتاعك اللي انت شغال عليه البحث. بالنسبه لسنوات الدراسه، بالنسبه للماجستير بتكون بحد اقصى سنتين، والدكتوراه بحد اقصى 4 سنوات، تمام؟ طيب لو انت عايز تطلع على البرامج اللي موجوده في الجامعه دي، انت ممكن تيجي هنا من الجزء الخاص بالجرادويت بروجرامز، بتضغط عليها وادي هنا كل البرامج المتاحه تقدر تطلع عليها من هنا. زي ما قلت لك كل برنامج في فروع مختلفة تقدر تطلع عليها، وهنا برضو مديلك ايميلات لو انت حابب تتواصل معاهم او ارقام تليفونات، تمام؟ طيب هنعمل باك كده للجزء بتاعنا مرة تانية، بنيجي هنا مع بعض. بالنسبة للديدلاين هي هنا بيقول لك available at any time، تمام؟ وهنا برضو لو انت عايز تتواصل معاهم في حالة الاستفسارات او الاسئلة اللي انت عايز تتواصل مع الجامعة مباشرة، تمام؟ طيب بعد كده هنا ده الابلكيشن فورم، امتى هنملى الابلكيشن فورم ده؟ الابلكيشن فورم ده انت هتملاه وتبعته على البريد الالكتروني بعد ما انت تقدم على الجامعه. رابط الفيديو الخاص بالتقديم على الجامعه للمره الثالثه او الرابعه تقريبا بذكرها موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، تمام؟ بعد ما قدمنا على الجامعه خدنا الخطاب، هنعمل ايه؟ بنملى ابلكيشن المنحه، اسمك بالكامل، البريد الالكتروني بتاعك، هنا الادمشن سمستر اند يير، بعد كده هنا الادمشن سمستر اند يير، انت اتقبلت في اي سمستر والسنه اللي انت اتقبلت تدرس فيها، رقم التليفون، الستودنت اي دي، هنا بيقول لك الستودنت اي دي بيقول لك ايه؟ obtained during online admission، بتحصل عليه لما بتاخد القبول بتاعك اونلاين من الجامعه، تمام؟ بعد كده مقدم ماجستير او دكتوراه، الكليه بتاعتك، كل حاجه موجوده هنا، انت ماستر ولا بي اتش دي سكولارشيب، تبدا تتعلم على حسب انت مقدم ماجستير ولا دكتوراه. بعد كده البروجكت تايتل بتاعك ايه؟ انت هتشتغل على اي مشروع بحث، التايتل اسمه ايه؟ بعد كده الفاكولتي، كل حاجه موجوده هنا، سبونسر شيب انفورميشن، هنا بيقول لك ايه؟ If your studies at UAEU will be sponsored by organization other than UAEU، بيقول لك لو انت هتقدم على منحه جامعه الامارات العربيه المتحده وفي اي حد هيكون سبونسر ليك هيمول لك غير جامعه الامارات العربيه المتحده، تمام؟ فانت هنا في الحاله دي لو في حد هيمولك فانت لازم تقول له في حد بيمولك وهيمولك فين، لو لا خلاص انت بتختار نوت سبونسر، يعني مفيش حد هيمولك غير المنحه دي، غير جامعه الامارات، تمام؟ عشان خاطر تكون فاهم، هم كاتبين لك من ضمن الشروط هنا، ركز معايا، كاتبين لك من ضمن الشروط have no other financial sponsorship، مفيش تمويل تاني خارجي، فهو هنا بيسألك السؤال ده، خلي بالك زيادة التأكيد إن أنت ما يكونش عندك تمويل خارجي، تمام؟ بعد كده هنا بيقول لك الأبليكانت سيجنتشر، بتبني هنا الإمضاء بتاعتك، وبعد كده تاريخ اليوم اللي حضرتك مليت فيه الابلكيشن ده، تمام؟ هنا السكشن 4 ده فور اوفيشال يوز اونلي، انت مالكش دعوه بالجزء ده خالص، تمام؟
طيب بعد كده بعد ما انت بتخلص بتبدأ تبعت الفورم ده على البريد الإلكتروني، وده طبعا بعد ما بتحصل على قبول من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم على المنحة. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط، ولو لسه عندك اي سؤال او اي استفسار ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل سيبه في الكومنتات او توجه لصفحة الفيسبوك الخاصة بينا دكتور المنح، الرابط بتاعها في صندوق الوصف، برضه تقدر تسيب اسئلتك عبر رسالة الصفحة. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.